طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. باش درنا لوفير في العموم، في العموم مزيان، لا الشمال مزيان. حنا دابا لا مارك ديالنا تشهرات هنا بزاف في الشمال، في طوان طنجة. كاين الخمار، كاين الخمار، كلشي كيجي، كلشي كيجي. يعني ملي كتكون موخر أكثر من مضمون، غادي تكون كلشي كيجي. السلام عليكم، معكم العمراني سهاب، ممثل شركة ديوماكس المغرب، فرع طنجة رقم 6. نرحبوا بكم، جيو تزورونا. الافتتاح اليوم 22 فبراير ان شاء الله. شركة ديوماكس معروفة عليها بالجودة والضمانة اللي كتبدا من عامين حتى 5 سنين. كنتواجدوا في شارع مولاي اسماعيل، كومبلكس الابراج، قدام السعيدي وقدام بيوغناج. مرحبا بكم، زورونا في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا. بالنسبه لمناسبه افتتاح شركه ديوماكس عندنا تخفيضات مهمه، مرحبا بكم. منتوجات متناول الجميع، اللي بغيتو كلشي موجود، لي سبوت، الجاردان، لي ليوسك، لي سيسبونسيون، لي بلافوني، مرحبا بكم. السلام عليكم، معكم حسن ومحسن. اليوم جينا افتتاح الثاني ديال لوماكس اللي جا في طريق الرباط. كان لنا الشرف اننا نحضروا في هذا الافتتاح. لوماكس شركه مغربيه، يعني داكشي ديالنا المغرب، وكان لنا الشرف اننا نكونوا معاها. ماشي اول مره كنحضروا، علاش؟ كنحضروا ديجا. طبعا كنحضروا ديجا افتتاحات، وحنا الحمد لله مع هذه الشركه هي كتزيد الخدام وكتخدم ناس، وهذه كنفرحوا ملي كنحضروا افتتاح ديالها، وحنا الحمد لله معاهم فيما مشاو حنا معاهم. بمناسبه الافتتاح ديال الفرع السادس على المستوى الوطني والثاني على مستوى مدينه طنجه، ديوماكس كترحب بكم، والحمد لله هذه المناسبه ديال الافتتاح كنهديو للناس ديال طنجه والمدن المجاوره والزوار كاع اللي يزورونا ان شاء الله، ابتداء من يوم الاثنين 22 في هذا الشهر 15% مناسبه الافتتاح، وكاين تخفيضات بعض المنتوجات اللي كتوصل حتى ل 50%. بهذه المناسبه كنتمناو تزورونا في هذا اليوم ديال الافتتاح ديالنا، وثلاث اسبوع ان شاء الله الجاي غادي تكون تخفيضات ان شاء الله لمده اسبوع. وبهذه المناسبه غادي نعطيكم نبذه تعريفيه على ديوماكس. ديوماكس اللي هي علامه مغربيه، الحمد لله كنغطيو واحد العدد ديال المدن في المغرب، والمنتوجات ديالنا معروفه على الصعيد المغربي، وليماكس هي العلامه الوحيده في المغرب اللي المجموعه ديالها متكامله، يعني كتشمل الاناره العموميه، الاناره الخارجيه، الاناره الداخليه، الديكور، وكذلك التريات، لي سبوتري. كاينه واحد يعني لاغ شوا كاين الحمد لله في ليماكس. وبالنسبه للمارك ليماكس راه فيها الضمانه ابتداء من عامين حتى لخمس سنين على جميع المنتوجات ديالنا، وكنتمناو بهذه المناسبه ديال افتتاح الفرع السادس ان شاء الله بحول الله نلبيو الطلبات ديال والاحتياجات ديال المهنيين وديال المهندسين وديال لي بروموتور والناس عامة ان شاء الله بحول الله. وكنتمناو زيارتكم للشوروم ديالنا اللي جاي في طريق الرباط حدا بيوغناش، ان شاء الله زيارتكم تشرفوا بها، ونتمناو تلقاو عندنا كاع الاحتياجات ديالكم. شكرا.